معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بك استاذ لبيد. اذا بعد تفشي صالات القمار وتحايل اصحابها بترخيص المحال كنواد ثقافيه، كيف تنظر الى هذه الظاهره وتداعياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. هذه الظاهرة وتفشيها وتعاظمها بالحقيقة هو لا يختلف عن حالة الفساد العامة. حالة الفساد العامة تعبر عن نفسها بعدة تجليات، بعد أن علمنا بالتفاصيل كيف يهرب النفط ويتم المتاجرة بالسلاح وال الموظفين والجنود والفضائيين، هذه كلها تقارير بالحقيقة فضحت وعرضت بالصورة والصوت. اليوم يجري التركيز على فضيحة جديدة تتعلق بالتجارة بالقمار والتجارة والدعارة والتجارة بالتجارة الرقيق وحتى التجارة بالأعضاء البشرية إلى آخره. هذه العملية أنا أعتقد ستتفاقم أكثر فأكثر، لأنها مرتبطة بعدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل ما يجري من حالة الصراع الأمريكي الإيراني الذي أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية من قبل أمريكا على إيران، وكان من نتيجة ذلك ضعف الدعم الإيراني والتمويل الإيراني للحشد الشعبي. نعلم أن الميليشيات الموجودة في العراق هي عصابات مرتبطة بإيران، وكانت من بين التزامات إيرانية تمويلها. هذا التمويل ضعف إلى مستوى جدا متدنية، وأدى ذلك إلى أن هذه الميليشيات والعصابات لجأت إلى بدائل، ومن بين هذه البدائل التي تدر عليها أموال طائلة هي مسألة القمار ومسألة ممارسة أو التجارة بالدعارة إلى آخره. إذا تزايد هذه الظاهرة يعد دليلا على الفساد في العراق، ولكن ما المنافع التي تجنيها تلك الشخصيات الحكومية وقيادات الميليشيات والتي كشفت عن ضلوعها في ترخيص هذه الأماكن جهات حكومية؟ إذا تكلمنا عن موضوع صالات القمار، صالات القمار جرى غلقها بصورة مؤقتة أيام وزارة الداخلية السابقة. هنا نشأت خلافات بين الفصائل أو الأحزاب، دعني أسميها الأحزاب البيت الشيعي، أدت في ذلك الوقت في الفترة الأخيرة من فترة وزارة قاسم الأعرجي على ما أعتقد إلى غلق هذه الصالات. لكن بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة سرعان ما أعيد فتح هذه الصالات، ولم نكن نعلم أو لم يصدر أي أمر في مسألة الترخيص لها. يبدو لي أن الميليشيات هي المتصلة أو الحشد الشعبي هو المستفيد الأكبر من هذه، لذلك في غياب قرار رسمي تم إعادة فتح هذه الصالات، ولأن الحشد الشعبي هو المستفيد الأكبر منها. طبعا هناك فائدة تدر إلى بقية الأحزاب وإلى المؤسسات الأخرى في الدولة كالمؤسسة. وزارة الداخلية اعترفت بذلك بوجود ضباط تابعين للوزارة هم تضالعون في هذا. نعم، مفتش وزارة الداخلية جمال الأسدي يعني كشف عن تواطؤ أحد المصارف مع صالات القمار بتحويل الأموال إلى خارج العراق. ما ضرر هذه التصرفات على الاقتصاد العراقي؟ طبعا أضرار كبيرة جدا، لأنه كما وصفها حاكم الزاملي وغيره هناك وصولات أو هناك ما يشبه الصكوك بالحقيقة من قبل هذه، لأن الروليت بالحقيقة روليت مؤسسة عالمية. هذه الصالات، هذه منظمات القمار هي منظمات أصبحت دولية وعالمية ومعترف بكل الوصولات التي تصدرها، ومن السهل استخدام واستغلال هذه الوصولات في مسألة تهريب العملات وغسل الأموال. والأموال الطائلة التي يجنيها الفاسدون بالحقيقة تقدر بمئات وبمئات وبالمليارات الدولارات بالحقيقة. فعملية غسل هذه الأموال عن طريق نقلها بواسطة هذه الوصولات، أنه
انا اخذ وصل من صاله القمار وادفع مثلا مليونين او 3 ملايين دولار واخذ الوصل واخذ اروح على اي دوله اخرى خارج العراق واخذ مقابل معناها هذا انه اخلاء البلد اخلاء البنوك او المصرف المركزي من العملات الصعبه والدولار وهذا يؤدي الى كارثه اقتصاديه بالتاكيد علاوه على ما هو حاصل من تراجع الاقتصاد العراقي والمتضرر الاكبر من هذه العمليه طبعا هو المواطن لانه كلما انحدر مستوى العملات الصعبه في العراق يؤدي الى ضرر خصوصا الشباب لانه يجري تعطيل التوظيف وترتفع البطاله لذلك البطاله اصبحت اليوم طيب. قرأت تقريرا يقدر ان البطاله وصلت ل 40% وهذه كارثه بحد ذاتها. من مان عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي شكرا جزيلا لك.